مساء الخير مشاهدينا، نشرة الأخبار من قناة دراما، والبداية مع العناوين. مجلس الشعب يتابع مناقشة مواد مشروع قانون الاتحاد الرياضي العام ويستمع لمداخلات الأعضاء حول قضايا خدمية ومعيشية. أهالي ضاحية الثامن من آذار في منطقة الباردة بريف دمشق يخرجون في مسيرة حاشدة تأييدا للثوابت الوطنية ودعما للجيش العربي السوري في مواجهته للإرهاب. لافروف: روسيا لن تمرر عبر مجلس الأمن الدولي أي قرار يؤدي إلى التدخل في سوريا بذرائع إنسانية. أهلا بكم مشاهدينا مرة أخرى. مجلس الشعب يتابع في جلسته برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور فهمي حسن مناقشة مواد مشروع قانون الاتحاد الرياضي العام التي كان بدأها في دورته الماضية، ويستمع لمداخلات الأعضاء حول قضايا خدمية ومعيشية تهم المواطنين. أقر مجلس الشعب المواد من المادة السابعة إلى المادة الثالثة عشرة من مشروع قانون الاتحاد الرياضي العام والمتعلقة بهيكلية الاتحاد ومهام مؤتمره العام الخاصة برسم السياسة العامة للحركة الرياضية في سوريا وانتخاب أعضاء المجلس المركزي. وتركزت مداخلات الأعضاء حول ضرورة مناقشة مشروع القانون بشكل دقيق بما يحقق مطلب معظم الرياضيين والأندية السورية ويلامس همومها ومشكلاتها. بعد ذلك صوت المجلس على تعليق مناقشة مشروع القانون والإفساح في المجال أمام الأعضاء لإبداء آرائهم حول جملة من القضايا الخدمية والمعيشية التي تؤرق حياة المواطنين في ظل الأزمة. ضرورة تأمين أراضي للجمعيات السكنية، علما أنه في قرار من السيد رئيس مجلس الوزراء لتوزيع مساحة 150 هكتار في مشروع الدماس لما يسمى مشروع الفيحاء. أين وصل هذا المشروع؟ لماذا لم يتم تعيين خريجي كلية الهندسة الزراعية التعليم المفتوح أسوة ببقية المهندسين في الدولة؟ يجب أن يوضع حدا للفساد يتماشى مع مكافحة الإرهاب. نطلب من الحكومة تأمين الآليات اللازمة لمحافظة حلب مدينة وريفا كونها فقيرة بها بعد سطو المسلحين عليها. تعميم سيد وزير النفط الذي حدد حرم المستملك لخط نقل المشتقات النفطية بـ10 أمتار و15 حيزا من كل جانب يمنع البناء فيها. أراضي الفلاحين ضمن المخططات التنظيمية الذين نظمت أراضيهم وصدقت المخططات التنظيمية وبعضهم فرز أراضيهم وبعضهم بنى مساكن وسكنها أصبحت الآن مخالفة. الطريق من نهر البارد إلى جسر الشغور أعتقد أنه هذا الطريق أصبح استراتيجيا إلى درجة كبيرة، وأصبح هذا الطريق غير صالحا على الإطلاق، سيما أن الحمول المحوري على هذا الطريق هي عالي وزيادة عن المسموح به قانونيا. نقترح تشكيل لجنة في كل محافظة لمتابعة الوضع الصحي والنفسي والمعيشي للجرحى الأبطال الذين غادروا المشافي الحكومية لاستكمال العلاج في منازلهم. هناك ظاهرة تفشت إذ أصبحت تباع بعض الأدوية دون علبة، فبهذه الحالة لم يعد يعلم المريض تاريخ صلاحية الدواء ولا عدد الأقراص التي يجب أن تكون فيها ولا سعرها الحقيقي. موضوع رسوم التعليم المفتوح، في هذا العام صدر قرار بأن يكون رسم المادة 5000 ليرة سورية، وفي حال رسب الطالب أيضا 5000 على المادة التي هو راسب فيها، والحقيقة هذا إجحاف كبير. قرية دير الصليب ظهر فيها إصابات لشمانية بمنطقة مصياف كثيفة، حياة بدها حل في موضوع الصرف الصحي. الإسراع في إصدار المخطط التنظيمي في محافظة لازقة ولا سيما سيد الرئيس لقراها. أعضاء مجلس الشعب يؤكدون ضرورة أن تأخذ مشروعات القوانين الوقت الكافي في المناقشة قبل إقرارها، ويطالبون بوضع حد للفساد بالتوازي مع مكافحة الإرهاب. وعلى هذا رفعت الجلسة إلى الساعة 12 من يوم الثلاثاء 18 من الشهر الجاري. بلال معروف، التلفزيون العربي السوري، مجلس الشعب.
شكرا لك بلال. أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي أن السوريين أثبتوا قدرتهم على مواصلة الحياة والإنتاج رغم كل الضغوط والظروف الصعبة، وأفشلوا بصمودهم مخططات العداء التي تستهدف سورية دولة وشعبا وقيادة. واستعرض الحلقي خلال لقائه الكوادر الإدارية في مجلس الوزراء الآثار السلبية للعدوان على الصعود كافة واستهداف المجموعات الإرهابية المسلحة للاقتصاد الوطني بطريقة ممنهجة وتخريب القطاعات الخدمية لإيقاف عجلة الإنتاج والحياة. ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن الحكومة تعمل بالتوازي على عدد من المحاور للتصدي للحرب الشرسة، حيث يقوم جيشنا الباسل بتحقيق الإنجازات السريعة والمتتالية في ملاحقته لفلول الإرهابيين وإلحاقهم الخسائر الفادحة بصفوفهم. ومن جهة أخرى، نجحت الدبلوماسية السورية في إيصال رسائل أو رسالة أبناء شعبنا إلى العالم أجمع من خلال إنجازات وفد الجمهورية العربية السورية في مؤتمر جنيف 2. خرج أهالي ضاحية 8 آذار في منطقة الباردة بريف دمشق في مسيرة حاشدة تأييدا للثوابت الوطنية ودعما للجيش العربي السوري في مواجهة الإرهاب. بالهتافات التي تحيي بواسل جنودنا، جال المشاركون من أهالي ضاحية 8 آذار في منطقة الباردة بريف دمشق بمسيرة حاشدة في طرقات المدينة، رافعين لافتات تؤكد صمودهم وثقتهم بجيشهم وقائدهم، وأن سوريا ستبقى رغم أنوف أعدائها رمزا للمحبة والسلام والأمن والأمان والاستقرار. شرف إلي أنا أبني شهيد واثنين عسكر وبالروح وبالدم نفدي بالشارع. كل واحد عم يعمل شيء بسوريا سيء، الله ينتقم منه. الرحمة وكل الرحمة لأرواح شهدائنا الأبرار الذين قدموا دماءهم الطاهرة الزكية من أجل القضاء على الإرهاب الذي دب على أرض الوطن. مهما كثر العدوان علينا نحن رح نضل صامتين للأبد. احنا هون دعم للجيش العربي السوري بقيادة رئيس بشار الأسد، رفض للتدخل الأجنبي بسوريا، وتأييد للوفد السوري بجنيف، وسوريا الله حامي. هدول مصير مزبلة التاريخ، هدول ما لهم مكان في سوريا. آخر تو أول تبدون يرجعوا لعند عملائهم اللي بعتوهم هنن بدون يحرقوهم. جئنا لنعطي صورة حقيقية للإسلام، أن الإسلام دين الوسطية ودين الاعتدال ودين المحبة والسلام، دين الاجتماع كهذا، دين التآلف كهذا، لا طائفية لا مذهبية مقيتة. وأيضا جئت باسمي وباسم العلماء المنطقة أن نقول للذين يحاورون هناك أن تعالوا إلى سوريا بلد المحبة والسلام. أنا برسل تحية للسيد الرئيس بشار الأسد وقال له هاي المسيرة طالعين، تحية للجيش العربي السوري ولبشار الأسد. مهما صار ومهما عملوا ومهما ساووا، النصر لأننا نحن وبس مع قائدنا بشار الأسد. نحن منحيي ومنحيي جيشنا العربي السوري. قسيتم أيها الرجعيون أن تزيدوا من كمية الإرهاب، لأن الإرهاب سوف يعود إليكم. كله راح يرجع عليهم، وإن شاء الله الجيش العربي السوري راح ننتصر، راح ننتصر، راح ننتصر. الروح الوطنية العالية كانت نبض المشاركين في المسيرة التي شارك فيها أيضا أهالي منطقة لسبينة الذين عانوا من الإرهاب الأسود. احنا من أبناء منطقة ضاحية 8 آذار وأبناء مناطق المهجرة، منطقة مخيم سبينة، منطقة سبينة بكافة أشكالها والتنوع الاجتماعي الذي يوجد فيها. نحن في هذا اليوم أتينا لنؤكد على دعمنا وتأييدنا للجيش العربي السوري. أنا أول شيء بدي أحكي إنه الله محيي الجيش وحلي الرئيس بشار الأسد. نحن من سبينة بس هجرنا من سبينة بسبب عصابات المسلحة، فاتوا سرقونا بيوتنا وقتلونا أهلينا. نحن شو زبنا؟ نحن جينا هون لحتى نأيد الرئيس بشار الأسد. سوريا ما بتركع لحدا، سوريا قوية بجيشة وبشعبة وبقائدة. بدي أقول لهدول المخربين اللي عم يخربوا هالبلد، حاجتكم عم تدمروا بالدم السوري، حاجة عم يتاجروا فيه. وللي فرحانين بسوريا رح تسقط بحياتها سوريا، ما رح تسقط. نحن مع بشار الأسد لآخر نفس، وبحيي كل الشعب السوري وكل بوط عسكري تاج على رأس أمريكا وحمد وكل الأعوان هدول. دولة سوريا هي دولتنا، شرفنا وأمتنا، وهي الأرض شرفنا. ودولة سوريا ما في منا ولا أمريكان ولا مين ما كان، ما حدا بيحسن بيفرقنا عن بعض. للي هدموا هالبلد هاي يحلوا عنا ويرحلوا، بدنا نعيش بسلام، بدنا نعيش بسلام اللي كنا فيه. أبناء صحنايا أكدوا كأشقائهم من مختلف المناطق أن حماية الوطن هي أولوية مطلقة، ومن أجل ذلك
يقدم الغالي والنفيس. أهالي صحنايك خرجوا في مسيرة عفوية وصادقة في هذا العرس الوطني للتعبير عن التفافهم خلف الجيش العربي السوري حتى تحرير الأرض من دنس العصابات الإرهابية المسلحة. لأخبار التلفزيون العربي السوري، أوس حسن، ريفو دمشق. شكرا أوس. الجيش العربي السوري طبعا يحكم سيطرته الكاملة على قرية معان بريف حماة شمالي، ويقضي على آخر تجمعات للإرهابيين المرتزقة الذين ارتكبوا مجزرة بحق الأهالي المدنيين راح ضحيتها العشرات معظمهم من النساء والأطفال. مراسل المركز الإخباري الحربي عصام محمود والتفاصيل. بين كوكب وخفسين وطيبة الاسم والإكراه يبدو الوضع طبيعيا مع انتشار الجيش العربي السوري والدفاع الوطني في المنطقة، ومعان هي الوجهة والهدف. فبعد عملية عسكرية دقيقة ومحكمة بسط الجيش سيطرته على الكبارية وأطبق على معان من عدة محاور عبر سيطرة أرضية وكماء متقدمة وتمهيد ناري، ما أسفر عن بسط السيطرة على البلدة بالكامل ومقتل وإصابة عدد من الإرهابيين. بعد المجزرة التي قام بها المسلحون في مدينة معان تم تطويق القرية خلال فترة وجيزة جدا، وتم مهاجمة المسلحين من ثلاث محاور وتم اقتحامها خلال لا يتجاوز 2 ساعة، وتدمير القسم الأكبر من المسلحين وفرار القسم القليل منهم نتيجة الأعمال الإرهابية قاموا بها من تدمير قتل الأطفال والنساء والشيوخ والشباب الأبرياء، وهذه المشاهد واضحة أمامكم في القرية من تدمير كافة المرافق العامة. لم يكتفي الإرهابيون بارتكاب مجزرة بحق أهالي معان، بل دمروا كل شيء فيها محاولين قتل الحياة، لكنهم تناسوا أن إرادة السوريين وجيشهم أقوى من كل شيء. مدرسة معان التي كان طلابها يزينونها كل يوم سواها الإرهابيون بالأرض، فالعلم عدو فكرهم الظلامي التكفيري. لم يسلم من إجرامهم شيء، وتركوا آثار حقدهم واضحة المعالم، فدمروا البيوت وفجروها ونهبوا وحرقوا المحلات التجارية، إضافة إلى تدمير ممنهج للمنشآت العامة والبنى التحتية، وحتى دور العبادة والمقابر لم تسلم من حقدهم ووحشيتهم التي مارسوها حتى على أشجار الفستق الحلبي. هنا في هذا المنزل الذي يظهر من خلف قامة المجموعات الإرهابية المسلحة باقتياد السكان المنزل من نساء وأطفال وشيوخ، وقاموا بتقييدهم هنا في هذه المنطقة وقاموا بذبحهم. كما نشاهد هنا أثار الدم موجودة، وأيضا الأدوات التي استخدموها في التعذيب قبل أن يقوموا بقتل هؤلاء المدنيين. هذا المنزل كان يحتوي، كان يقطنه عدد من المواطنين، بينهم 5 في حالة إعاقة، يعني عدد من المواطنين وأيضا بينهم معاقين. معي أحد أهل قرية معان الذين تمكنوا من الهرب من القرية أثناء الهجوم. يعني شو اللي صار هون؟ هاجموا المسلحين بأعداد كبيرة جدا، وقاموا باقتياد الأخوة الآمنين المدنيين من هناك، 5 مقعدين لا حراك لهم، ومجموعة من النساء والشيوخ وكبار السن اقتادوهم إلى هنا وأعدموهم هنا، وهذه أدوات إجرامهم، ومنهم من رمي بالرصاص هناك. نعم، إذا عملية أيضا رمي بالرصاص هنا بجانب هذا المنزل بالرصاص. طيب شو اللي صار بالضيعة بشكل كامل؟ بشكل كامل هجوم كبير جدا على الضيعة بكافة صنوف الأسلحة، ومجموعات كبيرة جدا قاموا بهدم المنازل وحرق البيوت وسرقة ما في داخلها من أساس، ودمروا المدارس ودمروا الفرقة الحزبية ودمروا البلدي وخزان المياه الذي كان يروي كافة الأهالي. أمعان الجريحة نادت، فلبى جيش الوطن النداء وداوى جروحها بطعم الانتصار، وسحق ضباع الليل والنهار
الذين حاولوا تدنيس أرضها وترابها. لم يسلم بشر أو حجر في معان من إجرام المجموعات الإرهابية المسلحة، فلهم إجرامهم، وللأمن والأمان رجاله، هم رجال الجيش العربي السوري الذين استعادوا السيطرة على المنطقة وبسطوا الأمن والأمان فيها. عصام محمود، التلفزيون العربي السوري، من قرية معان في الريف الشمالي الشرقي لمحافظة حماة. شكرا لك عصام. الشباب والطلاب العرب يؤكدون تضامنهم مع سوريا قيادة وشعبا في مواجهة الهجمة الصهيونية الإمبريالية الرجعية، مشيرين إلى أن سوريا ستظل قلب العروبة النابض رغم كل التحديات. العراق، فلسطين، البحرين، الجزائر، تونس، إلى جزر القمر، وفود عربية ومنظمات شبابية قصدت دمشق بمشاعر القومية ووحدة الأمة لتعبر عن تضامنها ودعمها الكامل لسوريا التي وقفت بشعبها وجيشها وقيادتها ضد الإرهاب الذي يهدد الأمن القومي العربي ودول المنطقة كافة. نحن نؤكد التضامن الكامل مع الشعب السوري ومع الطلاب ومع الشباب ومع هذا الصمود الذي غير في معالم الخارطة السياسية العربية. رغم ما تتعرض له من تهجير وتخريب لأبناء الشعب السوري، الشعب السوري أبى إلا أن يحتضن العرب من كل قطر عربي، ونحن ضمن الوفد الفلسطيني الذي جاء للتضامن مع سوريا. وأكد المشاركون عظمة التضحيات التي قدمها ويقدمها كل سوري مقاوم دفاعا عن شرف وكرامة كل مواطن عربي أينما كان، مشيرين إلى أن صمود سوريا كشف الكثير من المؤامرات التي حاكها أعداء الإنسانية والإرهاب التكفيري الذي يتلحف بالدين. اليوم نحن في سوريا استمرارا للفعاليات التي تقام دائما هنا لدعم صمود سوريا والوقوف والالتفاف حولها وحول قيادتها. تبقى سوريا قلعة القومية وحاملها النهضوي في مواجهة أخطار المستعمرين وشزاز الآفاق من إرهابيين ورجعيين نذروا أنفسهم لخدمة الصهيونية والغزاة الغربيين. أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن روسيا لن تمرر عبر مجلس الأمن الدولي أي قرار يؤدي إلى التدخل في سوريا بذرائع إنسانية. وقال لافروف في مؤتمر صحفي مع نظيره الأريتري عثمان صالح في موسكو إن بيان جنيف واحد يمثل أساسا لا بديل له لحل الأزمة في سوريا، ولذلك تدعو روسيا دائما إلى بذل جهود أكبر من أجل تحقيق هذا الحل، موضحا أن كل الأطراف التي شاركت في جنيف فهمت أن المعارضة مشتتة، ولكي يجري ضمان تشكيل وإجراء الحوار السوري فإنه يجب إيصال كل الأطراف إلى هذا الحوار. وأضاف أيضا الولايات المتحدة لم تقم بدورها المنوط به بالعمل على تمثيل المعارضة في جنيف، إذ لم تقنع سوى طرف واحد منها بالحضور والذي يمثل جزءا من المعارضة، ما يعني أن عددا كبيرا من المعارضة السورية لم يشارك في الحوار. ولفت لافروف إلى أن هناك معلومات تعمل روسيا على التأكد منها وتفيد بأن عددا من رعايا المعارضة يبدأون بتشكيل هيكل جديد سيشمل كل المجموعات التي خرجت من الائتلاف والتي لا تثق بالحوار والمفاوضات، موضحا أن هذه المجموعات تحاول مرة أخرى الاعتماد على استخدام القوة الخارجية في سوريا والتي تتوقع أنها ستلقى دعما كما جرى في ليبيا. وطبعا هذا يقلقنا، كما أشار لافروف إلى أن هناك محاولات متعمدة لتحميل الحكومة السورية مسؤولية ارتكاب جرائم وحشية عبر الأكاذيب والتلاعب بالوقائع. وفي سياق متصل، طالبت الخارجية الروسية الأخضر الإبراهيمي بعدم إلقاء اللوم على جهة واحدة في مفاوضات جنيف 2، مؤكدة إن إعطاء سورية الحكومة السورية الأولوية في مفاوضات جنيف لمناقشة الإرهاب مبررا تماما. من جهته دعا رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الاتحاد الروسي ميخائيل ميرغانوف إلى عدم التسرع في الحكم بالفشل على المؤتمر الدولي حول سوريا جنيف 2. وقال مارجيلوف نأمل فقط أن يعطى
تحليل متفائل لمؤتمر جنيف 2، لافتا إلى أنه في الوقت الذي يطالب فيه وفد الائتلاف بمناقشة مسألة هيئة الحكم الانتقالي، فإن وفد الجمهورية العربية السورية يسعى لمناقشة موضوع حساس بالنسبة لسوريا والمنطقة ككل، ألا وهو الحرب ضد الإرهاب. وأكد مارجيلوف أنه منذ بداية المؤتمر الدولي حول سوريا شهد غياب أطراف مهمة مثل إيران، مشيرا إلى أنه رغم أن وفد الائتلاف حضر إلى جنيف إلا أنه لم يكن ضمن تشكيلته من يمثل معارضة الداخل السوري. أعربت روسيا عن قلقها من الازدياد السريع لعدد الأجانب الذين يقاتلون ضمن صفوف المجموعات الإرهابية المسلحة في سوريا، مقدرة عددهم بين 110,000 إلى 120,000 مسلح. وقال مصدر في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية إن تقديراتنا لعدد المجموعات المسلحة التي تقاتل في سوريا تتقارب مع التقديرات الأمريكية التي أعلن عنها قبل فترة قصيرة، وأعلن عنها جيمس كلابر رئيس وكالة الأمن القومي في الولايات المتحدة، محذرا من معلومات أقرها سابقا أيضا كلابر حول وجود معسكرات تدريب في سوريا لإعداد المقاتلين الأجانب بهدف نقلهم في وقت لاحق إلى بلادهم لارتكاب أعمالا إرهابية فيها. ختام النشرة مشاهدينا، أطيب المنى والسلام عليكم.